لقى لها شنو ما عجبك بعدا المذاق ديالو زوين هادشي ولا واش عجبك المذاق ديالو ولا ما عجبكش زوين عجبك المذاق ديالو ما معروفش اصلا المذاق ديالو ما فيش مذاق باقي عندك نعاود نذوق باقي هاي باقي واحد وحيده هاي السلام عليكم حبايبي اهلا وسهلا كي دايرين لاباس عليكم هانيين بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ثاني فيديو في القناه ديال يوسف ايكون تحدي عاوتاني اللي هو تحدي ديال التذوق هو اختار خمسه د الحاجات وانا خمسه د الحاجات غادي المهم بوشا هي اللي غادي تقول هيا بوشا اختي مقابله معنا غادي تقول شكون اللي يبدا الاول قولي لينا شكون اللي غادي يبدا الاول انا ولا هو شكون يغمض الاخر عيني انا نغمض عيني غمستيها لا انا غدا معكم على بنيه ودني منكم دابا انا اللي نغمض عيني شنو اش غمض عيني تليفون السلام عليكم كي دايرين بخير كلشي مزيان تحيه خاصه للفان ديالي تحيه خاصه للناس ديال الكومونتيرات اللي كومونطاو ليا زوين تنبغيكم بزاف الله يحفظكم ليا لي كومونتير تقريبا كاملين زويونين وكاملين عجبوني شكرا لكم بزاف اليوم عندنا شي حدي وغيكون في القناه ديالي القناه ديال فاطمه الزهراء شي هي تابونا وديروا جيم لاول مره غيشوف الفيديو ديالي تابونا ويدير جيم تحيه لكم بزاف اخوتي دابا غادي نبداو وبلاش نصاوبك انا باش ما تقول بينيش والله تضرقت عطيني عيط لينكس حدايا حيت عارفك راه تكون داير ليا شي حاجه لينكس كاين كلشي كاين مش خمس ها هي دبرتي عليها اليوم في اخبارك انا غير فانا يشوفوا هادشي هذا راه معروف وهذا ولكن اللي في المعلقه هو السيربريز المهم عطيني انا كلينيكس كلينيكس كاين كلينيكس كاين فوطه غنجيبك فوطه انا لا عطيني غير كلينيكس باش كلينيكس حدايا عاتي شداني الخلعه والله تحت عارفك علم الله شنو داير شكرا لكم كاملين شوف هذيك الشيء اللي في المعلقه ما تعطيش ليه دابا خليه هو الثاني باش تبنه مزيان بسم الله على بركه الله نبداو يلا ارى اول حاجه ما كثرش اللي كنتعامل معك على ما نصرتش باش نكونوا فاهمين المهم تذوقي وراه عندك كلينكس فازلين قبل ما ندير فم معلمه ما عندي لا هذه لا خاصك تخشيها وتسد فمها باش تبان ندوز لها هذه شوفي ماشي مشكله حسابي يلا صافي مره شي شو ما عليك انت يا واخا عليك ماشي مشكله انت معاه هاك يا المذاق يلا بلاش هاك ذوقي كيعجبها حمقني ولكن جاني بزاف كنور درت معاه زوين تعاملت معاك عرفتي علاش تعاملت معاك اول حاجه حيت تعاملتي معايا انت حيت كتعاملي معايا انت وحيت خشي حيت عزيزه عليا انا دايره لك شي حاجه واعره والله العظيم واه سمحي لي المهم الشيء اللي جاي مسكينه كنحس بك بوش راه كضحك لي الاعمى بوش راه عرفتي شنو هو شد تفراك عليك لا شنو هذاك وخا بلاش هذاك الكحل هذا جبتو من عند العطار كان خصك مدغي خصيصة ليك شو ما عليك ابوش ضروري راه باش تعرف المذاق ديالك ضروري خصو يتمضغ عارف امك بسم الله اللي عرفو قبل ما تذوقو فاطمة الزهراء خليو ليا في كومونتير وبشويه راه طيح شي كامل ها هو باقي ها نشوف اللي عرفو قبل ما تاكلو فاطمة الزهراء خلي ليا كومونتير ارا سرب هاك احسن اكله عندك مع شلاطه فاطمة الزهراء شلاطه شلايط خيزول خاص داكشي واه خصك تذوقي هذاك الشيء قلت لك بوش خصك ما تغي واه على ديكور
يلا قال لها شنو ماهر عجبك بعدا المذاق ديالو زوين هذا الشيء ولا واش عجبك المذاق ديالو ولا ما عجبكش زوين عجبك المذاق ديالو ما معروفش اصلا المذاق ديالو ما فيش مذاق باقي عندك نعاود نذوق باقي ها باقى واحد وحيده ها هي باقى واحد وحيده كيذوق ها هي معروفه صاحبتي هذه كيتبان هذا معروف هذا طلع الصح تلقاه كاين هكاك مدغي زوين بنين البنا ما فيه حتى مذاق قول لي شنو واش راسك فراك عليك بحال فيه مذاق خاص ولا شي حاجه خص كاين خص ما عرفت بحال ما عرفت صراحه بقايتي فيا شي حاجه ما مفهوماش صراحه بقايتي فيا بقايتي فيا بزاف قول لي صراحه بقات فيا نقولك شنو هو بعض الكليت لا بلا بلا ما تقول لي سنحل عيني صافي جات حل ما بقاش ما بقاش باش تشوفي لا قول لي ما فيهش المذاق هو زوين هو الطبيعه وداكشي قول شنو لا 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 قول لها قول لها لي فان راه عرفوه عرفتوه ياك ما فيهش المذاق نقول لك فودني وعاي قول قدام الناس دابا منش طلع لسطحاتنا اه شنو مربي الوالد الله ينعل والديك حشومة عليك والله تحشومة عليك عطيتيني هذاك الشيء ديال الرنب ديال 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 القنية يعني فضلي حشومة عليك وحق الله ما عندي من زوين بالصحة والراحة هي كتاكل الخس خيزة يا تفو المهم باقي لك جوج مكونات ما عندي ما ندير لك اخي خصك ترضاي هذا هو قانون المسابقه ياك يا لطفه رضاي اخي بشره واخا عليك مش شد الضحك بشره بعد من الاول هي شد الضحك عندك ديتي شي حاجه حيت نضغطو ما انت قنيت تاكل غير خص وخيزه صافي ماشي مشكل وباربا والبسباس صافي ما عاد ما يدير مكون اخر بشره اه مزيان هذاك زوين هذا فهمت مزيان شلي نوضي نعم كنينيك 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 ها هو كنينيك مستعجلش مشي كلينيك ياش لا 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 شي حمقة هو هذا ديك والحية جبت لك الحية الملحة الحية شوف عليك بحال تبيدي يا فاطمة الصغار قسما بالله انا ما دايرك هادشي حيت انت عزيز عليا وصافي مرة اخرى ندير لك شي حاجة زوينة وانت ديري لي حاجة خايبة صافي عطي لي كلينيكس واحد اخر ها هو الملحة عطيني ها هو كلينيكس واحد اخر لا عطيني كلينيكس نيشان نيشان ها هو جديد زعما ضحكت عليك اليوم حشومة عليك والله ضحكت عليك كان تيبقى لك واحد الموكوين زوين بشرى هذا عرفتي شنو عرفتو هذا غيعجبها هذا اصلا عزيز عليها هذا غتموت شي عليه غنشوف راه حل فم شديت عليك ابو صرا شديت انا عرفتي شنو شنو الحال ناري تعجبني ولكن ماشي هكا وا غنجيب واحد القرعه ديال الماء لي فان وانجي باقي طالق الفيديو خلي خلي بابا حيدي حشوم عليك يا يوسف الله يلا خلي بابا عندك يمشي يشوف لي هادشي ديال يا بشرى حتى بشرى ما عارفاش بشرى لا لا هضري معايا تواصلي معايا عبد الدماجة وصافي ساهله وقيله غير نحيد هذا صافي ساهله اه وانا جيت لي فان خوتي خواتاتي تحياتي خالصة وعلى عيني ما كنشوف حتى حاجة حشوم عليك والله تحشوم عليك يا يوسف قفرتي يا كيف قلتي لي انت عزيز عليا عزيز عليا ودايره لي شي حاجة واعرة في الاخر والله العظيم مهم معلي يلا سيربريز في الاخر دبرت انا عارف كان ما غاش حنيش فيا اصلي يلا بسم الله بشرى
انتي غتضحكي، انتي علاش ضحكيتي؟ انتي كتفركي، حنا خالقينا وانتي كتفركي على ظهرنا. كتمشي داك القلم في المزاره اينا قال ايلاينر. كي جاكم بعد كي جاكم ايلاينر؟ ايلاينر ايلاينر حمقى هذيك ايلاينر. غطيت لك جبهتك وعينك وانا راه مازال ما غطيتش لك انا. خليتيني فيك تشمي غادي ننتقم منك. عقشي بسم الله كاميرا يادي مارش الجمال. انت سكتي، انت تنساني الفيديو عاد غادي نجي لك. انت هي بوحدك. انت هي اول حاجه غادي نبداو بها خوتي. شنو هي؟ هي هادي راكم عارفين هذا بنقول عليكم ناري. هادي تنستعملوها يوميا. حل لي اخويا داك الفوق. اجي عندي هنا. بسم الله غير شويه. اجي عندي هنا. حل فمك. حل فمك. حل حل فمك. شكون حل فمك نيشان؟ راه ضحكتيني. حل فمك نظيف كش تشمى. خميرة خميرة المعجونة خميرة الخبز أخوتي نزيدك ناري ناشفة خاكي كارك تتحني علي يا أختي. خميرة بعد زوين. ثاني مكون آه. حل حل فمك مزيان حيت هذا هاك هاك والله تخويا عزيز عليا اسمح لي. يلا شنو هذاك الشيء؟ ما تصرطش حيدها. شو ما عليك؟ كافيك ملحو حيدو بعدا من فمك. سير يوسف زيد 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 هنوريكم هنوريكم. قلت لي انت في عار الله. شنو هذا الشيء؟ ملحه ما عرفتيش شو طليتي حناك. ولكن راه عرفتي شنو هو؟ كمش لي فمي. ما عرفتي شنو هو؟ شنو هو؟ قول والله ما عرفتي. ما عرفتوش انا شنو هو كدابا. ما عرفتيش كاع. ما عرفتوش. خميره ديال الحلوه دايره بحال هكا كتشتش ناشفه. يلا نكملوا. عاودي حزمي لي عاودي حزمي لي عاودي حزمي لي حزمي مزيان راه كتشحل. صافي يلا يلا نكملوا باش ما نطولوش نطولوش على الناس. صافي يلا شنو غادي ندير دابا؟ شنو غندير؟ شوفوا ناري بحال شحال بقاو لي المكون بعدا؟ بقاو لك ثلاثة. واه جوج؟ لا نقصينا واحد. سير انت نقصتي ليا. يلا بسم الله يلا غنعطيك واحد الحاجة واعرة. غندير لها واحد البرانك يحمقكم هذا الفرن بلاتي. غندير لك واحد البرانك. حل فمك حل فمك حل فمك جايبها لك لاكخيم هادو لاكخيم. يلا تبنن. ما عنده حتى طعم ما عنده حتى مذاق. مكياج هذا ولا شنو ياك مكياج العكر. والله اش دير بحال دير المهم دير بحال الزبده. هذا راه يتكفي اختي. باقا شي حاجه خايبه. باقي لي مكون واحد. مكون واحد. يلا صافي يلا على لسانك على لسانك. حل لسانك حل حل لسانك جب ها. لا 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 شو مالك اختي وحق الله. انت محشومش عليك انت الكبيره فيهم درتيها. واخيرا واخيرا اخوتي غنتهلا في خويا. شي حاجه اخرى عاوتاني. شي حاجه واعره يا بصيبتي. شو يلا ولكن خصك ضروري تغمض تسد تسد نيفك. حل فمك مزيان غير
الشبكية. العز أختي thank you. أول شبكية غادي ياكل حيت دابا اليوم كان صوره. هو شر مبروكة، هو شركم مبروكة. وتحية خاصة. وما كطيب فيها. بنينة والله. أول زوينة. غادي نحطوها لكم إن شاء الله. إوا هادشي اللي كاين، نتمنى أن هاد الفيديو يعجبكم. مهم ديروا جيم اخوتي، ديروا جيم وبارطاجيو و الى عجبكم هذا المحتوى اللي شندير، المهم شنو بغيتي نبقى ندير المحتوى اللي تبقى ندير عاونوني شنتوما، قولوا لي في لي كومونتير وانا غادي نبقى ندير لكم، ولكن هذه غندير لها واحد المقلب، انا بريباريت شوف راسي دبرتي عليها. المهم تحيه خاصه لكم وتهلاو ليا في راسكم، الفيديو الجاي ان شاء الله تهلاو في راسكم، باي باي.